الهجوم البرازيلي في المحاولات للتسجيل، لكن الجبلي وصانع صناعة اللعب وصنع الجولة الماضية هدف لفريق الفيصلي الجبلي اللي يعد سادس أفضل لاعب في من حيث صناعة الفرص، 35 فرصة للجبلي. هذه كرة ملعوبة الآن للفتح، ملعوبة زقعان، كرة تعدي ورأسي بتجاه المرمى، الله، جول! فارس الأحساء، فارس الأحساء أخيرا يأتي الهدف المنتظر، يجي الجول، يجي الجول بأي طريقة، المهم الفوز للنموذجي، المهم الفوز وترك آخر الترتيب. هدف 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 تكتكه هذا، يانيك فيريرا تكتكه وجاب الكرة هنا بالهدف على أول. شوف الكرة، علي زقعان شوف العرضية، وغوستاف ويكايم بالرأسية وعدت من حارس ومن مدافع، هي مكتوبة جول. شوف من اليد وبالرأس، هي تبي نادي الفتح انه يسجل في اللقطة الماضية. شوف الكرة للنموذجي الرأسية، حاول مصطفى، حاول رافائيل سيلفا، لا 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 لا، جول 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 لفارس الأحساء، جول لأبناء النخيل، ليسعد الملعب وأبناء الأحساء بالهدف. شوف الرأسية، شوف الإحساس، اللعبة من المدرب فيريرا، وبالتالي هدف 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 منتظر متوقع بناء على سيناريو المباراة اللي من النجاح ومن التقدم بمشاركة آسيوية. راح نشوف الآن الفيصلي متابعة، جول! الجبلي سجل تسديدة ما قدر عليها ماكسيم كوفال، صدها لكن ارتدت من القوة وكمل يوسف الجبلي ليأتي التعديل الفيصلاوي. شوف قوية صعبة، وكمل، شبيهة بهدف الفيصلي بأن ملائكة صد وكمل مدافع، هي رايحة للجول، وكمل فيها قوية وحاول فيها ماكسيم كوفال، لكن في النهاية نجاح هنا للجبلي. فبالتالي ماكسيم كوفال ما راح يحقق كلين شيت ولا شباك نظيفة، حققها مرة واحدة، أتى التسجيل هنا لصالح فريق الفيصلي والتعديل، يعني عمل كبير طوال الدقائق الماضية. من بعد الرائد قفز إلى الخامس، السادس صار التعاون، وراح يتراجع للسابع الفيصلي. هذه كرة ملعوبة، جا المرمى، الله! فارس الأحساء يتذكر أنه بطل، ما يليق فيك الأخير، يا الفتح، كلنا نعيد الذكريات، ما يليق، هذا الثاني الفتحاوي يسجل الآن. سفيان بن دبكة يفرح جمهور الأحساء، ما فيها تسلل، ما فيها، هذه العرضية قادري، وبن دبكة يسجل الفتح. صعب مفارق الأحساء، لازم واحد بينكم يصحصح، يبقى على الأقل. هذه كورة، هذا سفيان يسجل الجزائري، هدف ثمين للنموذجي. عاد الفتحاوي الآن يقول خلاص، عاد دافعوا، لا تروح، شهرين بدون فوز، شهرين يا فيريرا، لازم الفوز لفارس الأحساء، اي والله نذكر انك بطل، لكن انت نسيت. الآن يلعبها الجبلي، عالية لافة، وماكسيم أمروس، الله يا ملائكة، مصطفى ملائكة هو اللي سجل. أنا المهاجم إذا غاب مهاجم، سجل ملائكة
سجل ملائكة في آخر رمق، في آخر رمق بالرأس، هدف 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 فيصلاوي، هدف لعراب الأمجاد في ستير. الفيصلي صعب المراس، صعب تأخذ منه شيء، صعب تأخذ منه شيء. بالحارس بالحارس يا ناس، بالحارس بالحارس بالحارس. فخر ستير، ارجعوا 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 بآخر رمق، بآخر لحظة. صعب صعب تأخذ مني شيء الفتح، صعب تأخذ مني فوز. مصطفى ملائكة سجل، من زمان ما سجل حارس، من زمان ما سجل حارس. مو موضوع بلنتي، لا، هذه كرة 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 متحرك، متحركة ركنية ورأسية. ملائكة سجل 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 للفيصلي، سجل لعراب الأمجاد في ستير. يا الله يا الله يا العنابي، يا الله يا العنابي. كل اللاعبين انجنوا معاه، انجنوا معاه، لا تلومهم، حالة ضغط، حالة ضغط. والآن يعني حوارات مع الحكم واحتجاجات، وشوف الفرحة، شوف الفرحة، شوف شاموسكا، شوف شاموسكا، شوف الحالة، شوف الحالة. خلاص انتهت الأمور، خسارة، كانت خسارة، كانت خسارة. لكن هنا بطاقة صفراء على الصيعري واحتجاجات.